17 يونيو 2003، وقع ريال مدريد مع ديفيد بيكهام بعد الخلاف بين بيكهام وفيرغسون، وكان أشهرها حادثة الحذاء. ما كان بيكهام وقتها مجرد لاعب كرة عادي، بل كان حالة اقتصادية فريدة. كان مانشستر يونايتد يحقق استفادة قصوى منه على الصعيد الفني وأيضا التجاري، لأنه يشارك وايد بحملات إعلامية يحصل منها النادي الإنجليزي على نسبة معينة. مع التأكد من استحالة استمرار بيكهام مع اليونايتد في صيف 2003، حاول المحامي خوان لابورتا المرشح في انتخابات رئاسة برشلونة استغلال الأمر، وأعلن أن التعاقد مع الأيقونة الإنجليزية راح يكون هدية للجماهير الكتالونية حال نجح في الانتخابات. لابورتا أطلق تصريحه الشهير قبل أيام من إجراء الانتخابات، وأعلن أن اتفق مع الشياطين على ضم ديفيد. وذاك الوقت طلعت بعض الأقاويل عند دخول الغريم ريال مدريد على الخط، لكن فلورنتينو بيريز رئيس المارينجي نفى الموضوع وأكد عدم وجود نوايا لضم ديفيد بيكهام. تصريح بيريز دفع بعض المتاجر الخاصة ببرشلونة أن يبيعون قمصان النادي اللي تحمل اسم بيكهام ورقم المفضل 7، على اعتبار أن الصفقة تم حسمها لصالح الفريق الكتالوني بانتظار نجاح لابورتا في الانتخابات لإتمامها رسميا. فاز لابورتا يوم 15 يونيو، والكل ناطر بيكهام، لكن جت المفاجأة الكبرى بعد يومين بإعلان ريال مدريد توصلوا لاتفاق رسمي مع مانشستر يونايتد على التعاقد مع اللاعب الإنجليزي في صفقة قدرت حينها ب 37 مليون يورو. وفي 2 يوليو بالتحديد أنهى ريال مدريد إجراءات ضم بيكهام، ووقع معه عقد لمدة 4 سنوات بعد خضوعه للفحوصات الطبية وتجاوزها بنجاح، وتم تقديمه لوسائل الإعلام في حفل ضخم حضر أكثر من 500 صحفي من 25 دولة حول العالم، ليصبح ثالث لاعب إنجليزي يرتدي قميص النادي الملكي وقتها بعد لوري كانينغهام وستيف ماكمانامان. يونيو 1994 تم افتتاح بطولة كأس العالم 94، وكانت البطولة رقم 15 على أرض الولايات المتحدة الأمريكية. تم الإعلان عن البلد المستضيف في تاريخ 4 يوليو 1988، مدينة زيورخ السويسرية. فاز ملف أمريكا بعد منافسة مع المغرب والبرازيل وتشيلي. ما كان يميز هذه النسخة لنا كعرب هو تأهل السعودية للمرة الأولى في تاريخها، وقدر يقدم مستوى مشرف تأهل خلاله للدور 16، يصبح ثاني منتخب عربي بعد المغرب سنة 86 يتأهل للدور الثاني بتاريخ المشاركات العربية في كأس العالم. تفوقت هالنسخة عن سابقاتها معدل الأهداف العالي والنقاط 3 للفائز بدلا من نقطتين، تطبيق قانون عدم إعادة الكرة لحارس المرمى كله من شوبير، وتم تسجيل رقم قياسي في عدد الجماهير اللي بلغت تقريبا 3.6 مليون متفرج، كما تم تسجيل رقم قياسي جديد في معدل الحضور للمباراة الواحدة بما يقارب 69 ألف لكل لقاء، كاسرا رقم القياسي لمونديال انجلترا سنة 66 ب51 ألف متفرج. يمثل حفل افتتاح بطولات كأس العالم حالة خاصة عند المشاهدين ومحبي الفن الرفيع، ودائما ما تشهد مواقف طريفة وأخطاء مضحكة رغم الإعداد الجيد والدقة في كل الفقرات. مثل اليوم كان افتتاح المطربة الأمريكية ديانا روس غنت في إحدى اللوحات الرئيسية، وكان كل شيء ماشي على ما يرام إلى أن أتت اللحظة اللي تسدد فيها الكرة على المرمى من ركلة الجزاء، واللي ينتهي بتفجير المرمى وانقسامه إلى نصفين. بس ديانا بوشت عمارة، بوشت الجول، شاط الكرة بعيد، ورغم هذا الجمهور صرخ
وفرح بالهدف الوهمي اللي ما تسجل وانقسم الجول اللي تم توثيق الحدث هذا ضمن أهم 21 حدث في تاريخ كأس العالم في صحيفة سن الإنجليزية. When you start to believe, it's in your heart, it's in your head. You know this is glory land. And I say, glory land, in glory land, it's in. يونيو 1968 يصادف رحيل الأسطورة خوسيه ناسازي يارزا الشهير باسم خوسيه ناسازي من مواليد بيلا فيستا التابعة لعاصمة الأوروغواي مونتي فيديو عام 1901 ورحل بعمر 54 سنة. ظهير أيمن أوروغواياني ولد من أب إيطالي مهاجر مدينة ميلان اسمه جوزيبي وأم باسكية من إقليم الباسك إسبانيا تدعى ماريا. يعتبر ناسازي من أفضل اللاعبين اللي أنجبتهم الأوروغواي، أطلق عليه لقب القائد العظيم وقدر يساهم في الحصول على الميدالية الأولمبية الذهبية بأول دورتين في تاريخ الأولمبيات 1924 في باريس و 1928 في أمستردام عاصمة هولندا. حقق كوبا أمريكا 3 مرات في العشرينات خلال باكورة نسخ المونديال 1930 اللي استضافتها بلاده. كان المنتخب الأرجنتيني منافسهم الوحيد في البطولة، وقدرت الأوروغواي توصل للنهائي وتواجه التانجو، ورغم تأخر أصحاب الضيافة 2-1 في نهاية الشوط الأول إلا أن ناسازي ورفاقه دروا على ريمونتادا بنتيجة 4-2 ليكون ناسازي أول قائد يحمل كأس العالم. اعتزل ناسازي دوليا بعد فوزه بكوبا أمريكا سنة 35 بسنتين، لعب 41 مباراة بدون لا يسجل أي هدف، وحقق 5 بطولات دوري مع أندية ليتو وناسيونال ومونتفيديو. عصا ناسازي، شنو هي عصا ناسازي؟ هو لقب غير رسمي متداول ما بين الصحفيين تيمناً باسمه. يقال أنه بعد فوز الأوروغواي بأول كأس عالم فإن أي منتخب يتغلب على حامل لقب كأس العالم خلال 90 دقيقة يحصل على هذا اللقب، وحالياً فإن المكسيك هو من يحمل هذا اللقب. والأغرب من كل هذا أن ألمانيا خسرت من المكسيك مثل هاليوم سنة 2018 اللي صادف تاريخ وفاة خوسيه ناسازي نفسه. شوف الصدفة شلون عجيبة وغريبة.